لا إله إلا الله. هنا يا إخواني تنبيه، أمس كنا أخ نبهنا على خطأ مطبعي جزاه الله خيرا، في صفحة يا إخواني 38، في صفحة 38 في السطر الأخير: لا تأكل السمك. هذا صوبنا فيه الخطأ، هذا صوبنا من قبل. إيش الذي صوبنا؟ اللام. وفي الكاف خطأ آخر، وفي الكاف ماذا يا إخواني؟ خطأ آخر. الكاف مكسورة عندنا، ما وصوابها الضم، تأكل. طيب، فنقوس على هذه الكسرة ونجعل فوق اللام ماذا؟ ضمة. هذا قد تقدم معنا تصبيح اللام، تصبيح اللام قد تقدم. طيب يا إخواني، صلحنا هذا الخطأ؟ نعم. أي صوابه؟ ضم اللام، ضم الكاف وسكون ماذا؟ وسكون اللام. طيب، وفي صفحة 67 درس أمس، في صفحة 67 في السطر الأخير يا إخواني: وتطعمون، في الحاشية، في الحاشية: وتطعمون، التاء مفتوحة وحقها أن تكون ماذا؟ مضمومة. والعين مفتوحة وحقها أن تكون مكسورة، تطعي. هذا خطأ آخر. نحن ماذا يا إخواني؟ ما نقرأ في الحاشية، لكن من قرأ من إخواننا ووجد خطأ أفادنا به وهو مشكور مأجور. انتهينا. هل هذا كثير ولا قليل؟ الأخطاء قليل جدا. قليل ماذا؟ جدا. لو حصلنا على 100 خطأ فهو قليل، لأن الكتاب كله مشكل، فهذا يعتبر قليلا. لكننا نحب أن نقف ماذا يا إخواني؟ على مثل هذه الأخطاء، فنصلحها لطبعة قادمة إذا أحيانا الله سبحانه وتعالى. وهكذا يا إخواني عمل البشر، سبحان الله، النقص حاصل، النقص ماذا؟ حاصل. ذكروا عن ماذا يا إخواني؟ عن تلميذ الشافعي الذي هو، الذي هو من؟ المزني. قال: لو أصلح الكتاب 100 مرة لوجد فيه خطأ أو بهذا المعنى. وقال هذا الكلام أيضا غيره: لو أصلح الكتاب 100 مرة لوجد ماذا؟ لوجد فيه خطأ. أبى الله أن يجعل الكمال إلا لكتابه، ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. سبحان الله. ولكن ايش قال؟ كفى المرء نبلا أن تعد معايبه، فكان الخطأ يسيرا فهذا يغتفر. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الأسماء الستة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، بشرط أن تكون مضافة،
فإن أفردت عن الإضافة أعربت بالحركات الظاهرة نحو وله أخ إن له أبا وبنات الأخ وبنات الأخ وأن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم فإن أضيفت للياء أعربت بحركات مقدرة على ما قبل على ما قبل على ما قبل الياء نحو إن هذا أخو وأن تكون مكبرة فإن صغرت أعربت بالحركات الظاهرة نحو هذا أبيك وأن تكون مفردة فإن ثنيت أو جمعت أعربت إعراب المثنى والمجموع والأفصح في الهني النقص أي حذف آخره والإعراب بالحركات على النون نحو هذا هنك ورأيت هنك ومررت بهنك ولهذا لم يعده صاحب الآجرومية ولا غيره في هذه الأسماء وجعلوها خمسة طيب قوله وأما الأسماء الستة هذه من الزوائد هكذا ومن التتميم هي في الأجرمية كم خمسة وهنا قال هي ستة وهذا الكتاب ما اسمه متممة ماذا متممة الأجرمية والتتميم كما سمعتم يكون إما في ماذا في الأبواب بذكر بعض الفصول أو بأبواب جديدة أو نحو ذلك قال قوله فترفع بالواو إلى آخره أي نحو جاء أبوك ورأيت أباك ومررت بأبيك هذه أمثلة لإعرابها بالحروف بالواو رفعا والألف نصبا والياء ماذا جرا نيابة عن الحركات وقوله أن تكون مضافة أي لما بعدها قوله في الشرط الأول أن تكون مضافة أي لما بعدها وهذا الشرط معتبر فيما عدا ذو فيما عدا ذو وأما ذو فإنه ملازم للإضافة إلى اسم جنس ظاهر فلا حاجة لاشتراط ذلك فيه قاله الفاكهي واضح هذا عندنا كلمة ذو دائما وأبدا ملازمة للإضافة فلا نقول اشترط فيها أن تكون ماذا أن تكون مضافة هي ماذا هي ملازمة للإضافة دائما وأبدا ولا تستعمل في كلام العرب إلا ماذا إلا مضافة إذن هذا الشرط في غير كلمة ذو في غير كلمة ذو لماذا في غيرها لأن هذه الألفاظ غير كلمة ذو تستعمل مضافة وغير ماذا وغير مضافة فإن أضيفت أعربت ماذا فإن أضيفت مع بقية الشروط أعربت بالحروف وإن لم تضف أعربت ماذا الحركة فتقول هذا أب ورأيت أبا ومررت ماذا بأب هنا لم تضف وهكذا أخ وغيره من بقية الأسماء إذن هذا الشرط معتبر في ماذا في غير كلمة ذو واضح إخواني قال وقوله فإن أفردت إلى آخره أي فأخ وأبا والأخ معربات بحركات ظاهرة لانتفاء شرط الإضافة فأخ وأبا والأخ أي في أمثلة المصنف في أمثلة المصنف لماذا أعربت بالحركات لانتفاء شرط الإضافة
وقوله لغير ياء المتكلم أي بأن تضاف إلى ظاهر نحو جاء أبو زيد أو ضمير مخاطب نحو جاء أبوك أو ضمير غائب نحو جاء أبوه أو متكلم غير الياء نحو جاء أبونا. الشرط الثاني ماذا يا إخواني؟ أن تكون إضافتها لغير الياء. ما هو الشيء الذي تضاف إليه غير الياء؟ ما هو الشيء الذي تضاف إليه غير الياء؟ واحد من أربع أمور: إما الاسم الظاهر جاء أبو زيد، جاء أبو محمد، جاء أبو خالد إلى آخره، وإما ضمير ماذا؟ الغائب، أو ضمير المتكلم، أو ضمير ماذا؟ ضمير المتكلم غير الياء، ضمير المتكلم ماذا؟ غير الياء، أو ضمير ماذا؟ أو ضمير المخاطب. هذا كله غير الياء، أن تكون إضافتها لغير الياء بأن تضاف إلى ماذا؟ إلى اسم ظاهر أو ضمير غائب أو ماذا؟ أو ضمير مخاطب أو متكلم غير الياء. هكذا يا خانة، أنت معنا؟ الناعس انتبه. نعم. الناعس يا أبونا، هذا مضاف إلى يا إلى المتكلم، إلى متكلم غير الياء. نعم. نعم. جاء أبوك إلى المخاطب. أيه. وجاء أبوكم. جاء أبوكم. أبوكم. إلى لا تب المخاطب. إلى المخاطب. نعم. وجاء أبوه إلى الغائب. طيب. وأبوها. إلى الغائب. إلى الغائب. نعم. يعني الغائب كلهم. هكذا. جاء أبوه، جاء أبوها، جاء أبوهم، جاء أبوهن إذا كنا نساء. طيب. لا إله إلا الله. طيب. وقوله فإن أضيفت للياء، إلى آخره، فإن أضيفت للياء إلى آخره، أي فأخي خبر إن، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. والآن إن هذا أخي، ومثله أن تقول جاء أبي. كيف تعرب هنا؟ هل تعرب بالحروف أو تعرب بالحركات؟ جاء أبي، يا أبي بالله يعرف بحركات. أيوة، إذا أضيفت إلى الياء أعربت ماذا؟ بالحركات المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، ولا تعرف ماذا؟ ولا تعرف بالحروف. قال وقوله هذا أبيك، ومثله أخيك وحميك وهنيك وذوي مال، ذوي مال وذوي مال وفويهك. كل هذه الأسماء مصغرة، كل هذه الأسماء ماذا؟ مصغرة، وإذا صغرت أعربت بالحركات. فأبيك في مثال المصنف، فأبيك خبر هذا، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والكاف مضاف إليه، ومثله بقية الستة. واضح يا إخواني؟ الآن عندنا أن نقول جاء أبيك، يعرب بماذا؟ بالحركات. بالحركات. أيش السبب؟ لأنه صغر. لأنه صغر، ومن شرط إعرابه بالحروف ألا يصغر. قال وقوله إعراب المثنى، أي بالألف رفعا والياء نصبا وجرا، نحو جاء أبوان ورأيت أبوين ومررت بأبوين. واضح؟ وقوله والمجموع، أي الذي جمعت به، تعرب إعراب المثنى والمجموع. أي مجموع؟ أي مجموع؟ الذي جمعت به، الذي جمعت به. فإن كان جمع تكسير أعربت بالحركات على الأصل، نحو جاء إخوانك ورأيت إخوانك ومررت
بإخوانك. وإن كان جمع تصحيح أعربت بالواو رفعا والياء نصبا وجرا، نحو جاء أبون وأخون ورأيت أبينا وأخين ومررت بأبينا وأخينا. واضح؟ عند أن قال المصنف أعربت إعراب المثنى والمجموع، المثنى واضح، والمجموع إيش المراد بالمجموع؟ الذي جمعت به. فإن جمعت هذه الكلمات جمع تكسير أعربت ماذا؟ الحركة. إعراب جمع التكسير وهو بالحركة. وإن جمعت جمع مذكر سالم أعربت ماذا؟ إعراب جمع المذكر السالم كما سمعتم في الأمثلة. وعلى هذا فالمجموع فيه ماذا؟ فيه تفصيل. وكان الأولى أن المصنف أن يقول المجموع الذي جمعت به. قال وقوله والأفصح إلى آخره. ومنه حديث فأعظوه بهن أبيه، وقد تقدم في نيابة الواو عن الضمة. الأفصح في الهن أن يعرف بماذا؟ بالحركات هكذا. ومثاله هذا الحديث فأعظوه ماذا؟ بهن أبيه، هنا أعربه بالحركات هذا هو الأفصح. وما معنى الأفصح؟ ما معنى الأفصح في كلام النحويين؟ الأكثر استعمالا، الأكثر والأشهر، الأكثر ماذا؟ الأكثر استعمالا في كلام العرب، هذا معنى الأفصح. متى يكون الشيء أفصح من غيره؟ إذا كثر استعماله في كلام العرب. فهذه الكثرة تدل على أنه أفصح من غيره، ولهذا أكثر منه العرب، أكثر منه العرب في الاستعمال. طيب، إذا وجدت الأفصح الفصحى، طيب فالمراد به ماذا؟ الأكثر استعمالا. قال وأشار المصنف رحمه الله بقوله والأفصح إلى أن إعراب الهني بالحروف جائز على لغة قليلة. لما قال الأفصح مفهومه أن غير الأفصح ماذا؟ أن يعرب بغير الحروف. إعرابه بغير إعرابه ماذا يا إخواني؟ بالحروف. إعرابه بالحروف غير الأفصح وهو قليل، هكذا يعني أنه جائز، يعني أنه جائز وهو قليل. نعم. وأشار المصنف رحمه الله بقوله والأفصح إلى أن إعراب الهني بالحروف جائز على لغة قليلة، نحو هذا هنوك واستر هناك ولا تعبث بهنيك. طيب، هذه الأمثلة أحسن من حق ماذا؟ أحسن من حق المصنف. رأيت هناك ومرت ماذا؟ أو ماذا بهنيك. نعم، كيف نقول يا إخواني؟ استر هناك ولا تعبث بهنيك. ومراعاة المعنى الحسن في الأمثلة مطلوب، صحيح؟ مراعاة المعنى الحسن في الأمثلة ماذا يا إخواني؟ مطلوب، خاصة والمجال مفتوح، خاصة والمجال ماذا يا إخواني؟ مفتوح، يعني لست مضيقا بمثال أو مثالين، لابد أن تأتي بكلمة رأيت أو بكلمة ماذا؟ مررت. المجال واسع، المجال ماذا يا إخواني؟ واسع. هات عبارات طيبة، هات عبارات طيبة تحمل المعنى الحسن. وهذا الذي ننصح به إخواننا لما نقول هات مثالا، ينبغي أن تلغى هذه رأيت وماذا ومررت، لأنها صارت ماذا على طرف اللسان، صارت ماذا على طرف اللسان، وصارت حق العاجز. حق من؟ حق العاجز. هات مثال للموصوب قال رأيته، هات غيره قال ما يعرف، ما يعرف يقول مثلا أعطيت أكرمت أحببت مثلا ماذا لقيت إلى آخره.
قال وهذه اللغة حكاها سيبويه عن العرب. أي لغة يا إخواني؟ لغة يعني بالحروف. لغة الإعراب بالحروف. هذه تسمى لغة التمام. تسمى لغة ماذا يا إخواني؟ التمام. التمام. والأخرى لغة النقص. نحذف منها عرف العلة. قال وهذه اللغة حكاها سيبويه عن العرب، ولقلتها وعدم شهرتها لم يطلع عليها الفراء ولا الزجاج فأسقطاه من هذه الأسماء وعداها خمسة. عداها من العد. وتبعهما على ذلك بعض النحويين كابن آج الروم وغيره، وهم محجوجون بحكاية سيبويه الإتمام عن العرب، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. من حفظ ماذا يا إخواني؟ حجة على من لم يحفظ. الذين أنكروها قالوا غير مسموعة عن العرب. قالوا ماذا؟ غير مسموعة عن العرب. والذين أثبتوها سمعوها، سمعوها عن العرب. وسيبويه كان ماذا؟ كان مشافها للعرب، كان مشافها للعرب، يعني يخاطب العرب أنفسهم. سيبويه رحمه الله كان ماذا؟ كان يخاطب بعض العرب، مثلا يقول له إيش تقولون في كذا، فيقول العربي كذا وكذا، أو أنطق أنطق بكذا، فينطق بها على ماذا؟ على السليقة. طيب، ونحو ذلك. يعني إما أن يستفيد هذا ابتداء من غير سؤال، وإما ماذا؟ وإما أن يسأل. من حفظ ماذا؟ حجة على من لم يحفظ، ومن علم حجة على من لم يعلم. واضح هذا يا إخواني؟ قال الفاكهي وكثير من النحاة يذكرونه يعني الهنا مع هذه الأسماء، ولم ينبهوا على قلة إعرابه بالحروف، فيوهم ذلك مساواته لهن. قال ابن مالك ومن لم ينبه على قلته فليس بمصيب، وإن حظي من الفضل بأوفر نصيب أو بأوفر نصيب. ومن لم ينبه على قلته فليس ماذا؟ فليس بمصيب، وإن حظي من الفضل بأوفر نصيب. وهذا كلام طيب، واضح. ويجوز النقص أيضا في الأب والأخ والحمي، لكن القصر فيهن أولى منه. انتهى. انتهى ماذا يا إخواني؟ كلام الفاكهي. لأن ابن مالك إلى قوله نصيب، إلى قوله ماذا؟ نصيب. وبقية الكلام كلام من؟ كلام الفاكهي. وينظر أيضا للتأكد. أي نقل عن مالك إلى قوله هذا الله، مراد الفاكهي أن ينقل أن ماذا؟ أن من لم ينبه على قلة إعراب الهن بالحروف، من لم ينبه على أنه قليل فليس ماذا؟ فليس بمصيب، فليس بمصيب. هل هذا الكلام واضح يا إخواني؟ إيش معنى هذا الكلام يا أخي محمد؟ محمد الذيباني. الآن الهن كيف يعرب؟ بالحركات على الأفصح، والحروف على غير ماذا؟ قليل هكذا. فمن ذكر الهن مع هذه الأسماء بدون أن ينبه على أنه قليل لم يكن ماذا؟ لم يكن مصيبا. طيب، مثلا يقول الأسماء الستة ترفع ماذا؟ ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر ماذا؟ بالياء. مثل جاء أبوك وأخوك وإلى وهنوك، وسكت انتهى. هذا معنى من لم ينبه على قلتها. بل بعد هذا الكلام يقول
والأفصح في الهن أن يعرب ماذا؟ أن يعرب بالحركات، ومن غير الأفصح أن يعرب ماذا؟ بالحروف. هذا معنى الكلام، لابد أن ينص، هذا معنى ينبه، لابد أن ينص على أن إعرابها بالحروف ما له قليل وليس مثل بقية الأسماء. انتهينا من هذا؟ انتهينا إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.